أهلا بكم في قناة العالمي، منهج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للصف الرابع الابتدائي للعام الدراسي 2022-2023، الترم الأول، الوحدة الأولى، الدرس الخامس، دعم الأشخاص ذو الهمم. تعريف التكنولوجيا المساعدة: هي أجهزة وتطبيقات تساعد الأشخاص ذو الهمم، القدرات الخاصة يعني، في أعمال يجدون صعوبة في القيام بها في الحياة اليومية. يبقى التكنولوجيا المساعدة لأجهزة وتطبيقات بتساعد الأشخاص ذو القدرات الخاصة في القيام بالأعمال اللي بيجدون صعوبة في القيام بها في الحياة اليومية. أمثلة عن التكنولوجيا المساعدة: 1- سماعات الأذن. تساعد السماعات الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في السمع، يمكن توصيل بعض هذه السماعات الحديثة الطراز بالتليفون المحمول. تضم الكثير منها تطبيقات خاصة بالهواتف الذكية، ضبط سماعتهم من خلال استعمال هواتفهم. يبقى السماعات دي بتساعد الأشخاص اللي بيعانوا من مشاكل في السمع إن هم يسمعوا، والسماعات دي بتتوصل بالتليفون المحمول وبتضم الكثير منها تطبيقات خاصة بالهواتف الذكية، ويمكن ضبط السماعات من خلال استعمال الهاتف المحمول. اثنين، برمجيات تكبير الشاشة. تقوم بتكبير كل شيء على شاشة الكمبيوتر كالكلمات والصور، وتتيح الأشخاص الذين يعانون من ضعف البصر التفاعل مع جهاز الكمبيوتر. يبقى برمجيات تكبير الشاشة دي بتقوم بتكبير الأشياء الموجودة على شاشة الكمبيوتر زي الصور والكلمات، وبتتيح للأشخاص اللي عندهم ضعف البصر تفاعل مع جهاز الكمبيوتر. 3- برمجيات التواصل البديلة. تساعد الأشخاص ذو الهمم على التواصل الشفهي واللغوي مع الآخرين. بتساعد الأشخاص ذو القدرات الخاصة على أنهم يتواصلوا شفهي ولغوي مع بعضهم البعض. هناك برمجيات خاصة بجهاز الكمبيوتر قادرة على تحويل نص مكتوب إلى حديث والعكس. في برامج موجودة على جهاز الكمبيوتر تقدر تحول النص المكتوب إلى حديث، أو العكس، الحديث إلى نص مكتوب. 4- الأدوات الرياضية. تسمح أدوات رياضية معينة للأشخاص ذو الهمم والهواء الذين فقدوا أحد أطرافهم بتسلق الجبال. يبقى بتسمح أدوات رياضية معينة للأشخاص ذو القدرات الخاصة اللي فقدوا أطرافهم إن هم يتسلقوا الجبل. يمكن للتكنولوجيا المساعدة أن تساعد في القيام بالأنشطة العادية والاستثنائية. يبقى التكنولوجيا المساعدة دي يمكن إن هي تساعد في القيام بالأنشطة سواء كانت العادية أو الاستثنائية. هناك الكثير من الأدوات الأخرى التي يمكنك البحث عنها، مثل: 1- طبات كرة القدم التي تصدر صوتا، 2- الدراجات الهوائية الثلاثية، العجلات التي يمكن تشغيلها بواسطة اليدين، الأطراف الصناعية هي عبارة عن أجهزة تعويض عن طرف مفقود في جسم الإنسان. من الأجهزة التكنولوجية تساعد ذو الهمم على الحركة: الكراسي الآلية، المصعد الكهربائي، الأجهزة التعويضية، العكازات. يبقى الأطراف الصناعية دي عبارة عن أجهزة بتعوض الإنسان عن طرف مفقود في جسمه. ومن الأجهزة التكنولوجية اللي بتساعد ذو الهمم على الحركة: الكراسي الآلية، والمصعد الكهربائي، والأجهزة التعويضية، والعكازات.
طريقة برايل هي عبارة عن نظام للكتابة يمكن المكفوفين من الكتابة من خلال كتابة الحروف عن طريق رموز بارزة 6 نقاط على الورق، كما تسمح لهم أيضا بالقراءة من خلال اللمس. وقد استنبط برايل هذه الفكرة من الجيش الفرنسي التي استخدمها عند إعطاء الأوامر للجنود في الظلام. يبقى طريقة برايل عبارة عن نظام للكتابة بيمكن المكفوفين اللي هم اللي فقدوا بصرهم من الكتابة من خلال كتابة الحروف عن طريق الرموز البارزة اللي هو 6 نقاط على الورق، والطريقة دي بتسمح ليهم برضو بالقراءة من خلال اللمس ان يلمسوا النقاط البارزة. وبرايل استنبط الفكرة دي من الجيش الفرنسي لان الجيش الفرنسي استخدمها عند اعطاء الاوامر للجنود في الظلام. أمثلة العلماء لم تعقهم قدرتهم الخاصة واستفادوا من وسائل التكنولوجيا. 1 أربل ترين، لدى أربل ترين ساق مبتورة إلا أنه لم يسمح لذلك بالوقوف في وجه نجاحه، فهو ما زال يقوم بالأمور كلها التي اعتاد القيام بها في السابق مثل استكشاف أماكن متعددة حول العالم. ولولا الساق الاصطناعية التي حصل عليها بفضل التكنولوجيا المساعدة لما تمكن من القيام بذلك. يبقى أربل ترين ده عنده ساق مبتورة، لكن الساق المبتورة بتاعت أربل ترين ما كانتش سبب في الوقوف وجه نجاحه، لأنه كان يقوم بالأمور كلها التي اعتاد عليها في السابق مثل استكشاف الأماكن متعددة حول العالم. ولولا الساق الاصطناعية اللي بيمشي عليها أربل ترين وده اللي حصل عليها بفضل التكنولوجيا المساعدة، ما كانش قدر ان هو يقوم باستكشاف اماكن متعددة حول العالم. 2 ستيفن هيكونج، ده عالم فيزياء راحل قام باستخدام الكرسي الآلي للتحرك وكان مزودا بنظام يمكنه من التحدث. يبقى ستيفن هيكونج ده عالم فيزياء قام باستخدام الكرسي الآلي للتحرك، والكرسي الآلي ده كان مزودا بنظام يمكنه من التحدث. وفي نهاية هذا الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل ما هو جديد.